هكذا تقضي الطفولة في اليمن يومها العالمي، عذابات لم تتوقف منذ اجتاحت ميليشيا البلاد تحمل الموتى وتنشر الآلام بالقناصات. دقهم دقهم بالميتيز، دقهم بكل أنواع الأسلحة، أحرقوهم. قذائف الميليشيا وألغامها وقناصاتها وكوارثها وصواريخ التحالف أدوات تفتك بالطفولة وتحيلها إلى ركام. غاية حلم طفل في تعز اغتالته قذائف حوثيين وصالح، يتشبث بخيط البقاء على قيد الحياة حتى لفظ أنفاسه ومات. قبر فريد والمئات من رفاقه، وبقيت صرخاتهم تدوي في الأرجاء على مرأى وصمت من العالم. 1746 طفلا قتلوا، ونحو 3000 طفل آخرين أصيبوا بتشوهات جراء الحرب منذ الانقلاب المشؤوم في 21 من سبتمبر 2014 بحسب تقديرات منظمات أممية، فيما قد تكون الأعداد أكثر بكثير من الأرقام المعلنة. أكثر من 10 ملايين طفل بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية، بينهم 400,000 طفل معرضون لخطر الوفاة بسبب سوء التغذية الحاد الوخيم، مع احتمال أن يمتد هذا الوضع ليشمل آخرين. بينما تقول منظمة اليونسف للأمومة والطفولة إن 4,500,000 طفل محرومون من التعليم بسبب الحرب التي تعيشها البلاد ونزوح الآلاف من الأسر وتدمير المدارس، بالإضافة إلى تحويل المئات منها إلى معسكرات للقوات المتحاربة ومخازن أسلحة. الألغام التي تفننت الميليشيا في صناعتها على شكل ألعاب هي الأخرى أداة قتل مفضلة لديها، تغري بها الأطفال فتحصد أرواح الكثير منهم، أطفال محرومون من رؤية آبائهم المختطفين خلف القضبان، منعت عنهم الميليشيا حق الزيارة، وآخرون استدرجتهم من مقاعد الدراسة وزجت بهم في جبهات القتال، والبقية يشاركون عائلاتهم الجوع والأوبئة بعد أن صادرت الميليشيا مرتبات آبائهم.